السلام عليكم حاج امام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. عامل ايه يا حاج تمام؟ نحمد الله في نعم الحمد لله. انا الفيديو اللي فات اتسبقنا واتكلمنا على ان حضرتك هنوفر الفتيسات والحاجات للناس تمام. اللي عايزه تغير الفتيس للعربيات تمام. والحاجات دي كلها تمام. وكنا موعدينهم بان احنا هنوفر لهم الحاجات دي. حضرتك تمام. لما نزلت شفت ايه؟ لقيت الاسعار نزلت يمكن امبارح والله انا وابني لفينا هو في اتجاه وانا في اتجاه فلقينا الاسعار بلغ فيها جامد تمام. المظبوط بقى والصح ان هو اسيب الامر لله ثم صاحب العربيه اصحاب الشأن يجيبوا الحاجه بتاعتهم وانا اكون مكلف بالمصنعيه تمام. انا كهرباء وميكانيكا دي عندي انا تمام. يعني مصنعه الكهرباء والميكانيكا والتقفيل والحاجات دي كلها عند حضرتك وصاحب الشأن هيبعته في اماكن معينه يجيب الحاجات دي يبقى يجيب بره عشان انا ابعد عن موضوع الايه الغالي والرخيص تمام. والاماكن المعينه اللي هو هيروحها دي احنا حضرتك متاكد من جودتها ومتاكد من ضمانها ومتاكد من حاجتها باذن حاجه تيجي مظبوطه تمام مش مظبوطه لا مش هنقبلها مش هنقبلها. وفي نفس الوقت احنا حتى لو انت عاوز ان احنا نجيبها لك هنجيبها لك بس تبقى انت حضرتك عارف ان سعرها قد كذا وانت تسال بنفسك وتتاكد تمام.